جزاكم الله خيرا. يسألكم رأيكم شيخ صالح في البهائم التي تمرض ما يقارب شهر، هل تركها أفضل أم تذبح ويستفاد منها؟ إذا كانت يستفاد منها إذا ذبحت وتؤكل فإنها تذبح، وأما إذا كانت لا تؤكل وإنما ترمى، فإنها ترمى يعني جثتها ولا ينتفع منها، فإنها لا تذبح وإنما تترك، لعل الله سبحانه يشفي أن يشفيها أو تموت بعد ذلك بدون ذبح، لأن الذبح إذا لم يكن لأكل لحمها فإنه لا فائدة منه. نعم.